رسول الله الهلا يا حرس يا حباب من شوفت بيت الله والله يا اخوي عدنا رانا في اليوم فرح عيد والناس جاي من عمره رانا فرحين ورانا تقبلوا في هنايا عندي سيبي جاي من عمره راني جيت هنايا على 6 ونص رانا السنه رقم شي سخانه هذه كلش الحمد لله رانا صابرين نامكم الجميع جميع المسلمين اجمعين وان شاء الله اليوم في العمره كامل اللي يجوا بالصحه والهنا ويلقوا العائله تاعهم السنوات السنه فيهم لنا ان شاء الله. نعم سيبتيها جايه من عمره هاي لحقت هذا وين جات الحمد لله جاو لاباس الحمد لله ربي فرحك فرحة يعني على الجهتين العيد والرجع يعني العائلة من العمرة الحمد لله. الطيارة علت وعيون الناس بكات من شوق الكعبة الطاهرة واللي يبكي مقواه زخرتوا يا نسوان تزهى بيكم العيان ندعي ولكم بالخير والسعادة في بيت الله. صح العيد نون كل عام ما كنت تاف بخير وعلى خير ان شاء الله العقوبة غور ون ان شاء الله غير ربي غرضينو كلي الامه محمدو كلي ونيتي منانات يا وطن ان شاء الله اكون حفظ ربو كلي سليجان اكون يفكر ربي اذا شفت مني قول لهم عيدكم مبروك وانا اني روحت بخير على خير ان شاء الله نطلبوا القبول من ربي سبحانه عز وجل نطلبوا القبول للناس كلهم اللي داروا العمره هذه ان شاء الله نطلبوا منهم ان شاء الله تقبل منهم ربي ان شاء الله وربي ان شاء الله يستر بلادنا وربي يعافيها ان شاء الله وربي يصلح ذريتنا ويصلح الشباب تاعنا ان شاء الله لك بالخير ان شاء الله كل عام وحنا حيين ان شاء الله وبالعوده ان شاء الله العمره والعمالة على ربي ان شاء الله مشينا وجينا لباس الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد يبارك هذه الفرحه السعيده اللي رجوا به اكثر من هكا وعد اخلاص بالنيه والنشاط